جريمة قتل مروعة تهز إقليم تونات. اهتزت ساكنة غفسي أمس الاثنين على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل قيل أنه تعرض للضرب والجرح المؤدي إلى الموت على يد شقيقه الفلاح الثلاثيني بسبب نزاع تافه في حقل فلاحي في ملكيتهما بدوار تزغرت بجماعة الرتبة بإقليم تونت، وأوقفته عناصر الدرك الملكي بعد مدة قصيرة من وقوع الجريمة، فيما تم نقل الضحية على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة الأقرب للمنطقة الواقعة على الحدود بين إقليم تونات والحسيمة، متأثرا بجروح بلغة أصيب بها في رأسه وعنقه وأطرافه بعد تلقيه ضربات بمنجل يستعمل في الفلاحة. وأحالت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بغفسي المتهم على الوكيل العام للملك باستئنافية فاس لمباشرة التحقيق في أسباب وملابسات الجريمة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.